في الإصابة، في الإصابة الجزء الأول صفحة 162 العبارة واضحة وصريحة، التفتوا جيدا للعبارة، بودي أن المخرج يأخذها. يقول: هذا مذهب كافة العلماء، ومن يعتمد قوله أن أهل السنة على أن أهل السنة معتقدين أن الجميع ماذا؟ عدول. يقول هذا مذهب أهل السنة. نعم. اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول. هذا في الإصابة. هذه في الإصابة. نعم. نعم، في الإصابة في تمييز الصحابة. جيد. نعم. يقول: ثم في هذه الصفحة، صفحة 162، هذه عبارته. يقول: ثم روى بسنده، يعني الخطيب روى بسنده، ثم وقد ذكر الخطيب في الكفاية فصلا نفيسا في ذلك، فقال: عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله. يقول: ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله، مو يسب، مو يبغض، مو يقاتل، ويذكر نقصا، يذكر عيبا فيه، إذا رأيت أحدا ينتقص أحدا، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق. كيف عندنا الروايات التي إن شاء الله بعد ذلك سنقرأها، من أبغض عليا فهو ماذا؟ منافق. فهو من علامات النفاق بغض ماذا؟ علي. بغض علي، باتفاق علماء المسلمين. نعم. باتفاق كل كلماتهم، لا يوجد إلا 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 واقعا لا أعلم إلا جاهل أنه لا يؤمن بهذا الحديث، متفق عنه. حتى ابن تيمية يعتقد بأن هذا الصحيح حديث صحيح، وهو أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. سنقرأ الأحاديث بعد ذلك. يقول: من انتقص صحابيا فهو زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة. فإذا انتقدنا صحابيا فكأنما انتقدنا من؟ رسول الله. رسول الله. لأنه هؤلاء فرضوا أن، أنا لا أعرف كيف يجمعون بين قولهم حتى لو لم يروي رواية، وبين أنهم إذا انتقدناه فقد انتقدنا ماذا؟ انتقدنا راوي السنة. هسه لو راوي لنا رواية عن رسول الله نقول لو انتقدناه فقد انتقدنا رواية من؟ رسول الله. نعم. لكن أنتم قبلتم أن الصحابي أوسع من هذا، حتى من رآه ولم ينقل عنه رواية. نعم. شيء غريب، يعني تناقضات واقعا بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وهم، هاي مرتين، المرة الأولى فاعلم أنه زنديق، المرة الثانية وهم ماذا؟ وهم زنادقة. هذا المورد الأول، الإصابة في تمييز الصحابة، الجزء الأول صفحة 162. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. أما المورد الثاني، بودي أنه هذا يؤخذ جيدا. المورد الثاني كتاب الكبائر للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار التقوى، شبرا الخيمة، منشية الحرية، تليفون كذا. ويشير هناك، أنا خلي أشير دار التقوى، يقول مولانا: هناك تطلب مطبوعات دار التقوى من مكة المدينة المنورة، مكتبة التوحيد بورسعيد، مكتبة عالم المعرفة، هناك يشير إلى هذا، كامل العنوان موجود. مرة أخرى بودي أن المشاهد، ما مذكور الطبعة، الكبائر لمن؟ للذهبي. الكبائر للذهبي في كتاب الكبائر للذهبي صفحة 251، إذا أمكن أن يأخذه المخرج. يقول: الكبيرة السبعون، ليشير إلى كبائر الذنوب. نعم. الكبيرة السبعون سب أحد من الصحابة بتعبيره رضوان الله عليهم. يقول: ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال: يقول الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وقال: لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي، ثم الرواية نقرب. ففي هذا الحديث وأمثاله بيان حالة من جعلهم غرضا بعد رسول الله، وسبهم وافترى عليهم وعابهم وكفرهم واجترأ عليهم، إلى أن يأتي في صفحة 252 يقول: فحب أصحاب النبي عنوان محبته،
وبغضهم وبغضه وبعضه عنوان بغضه، كما جاء في الحديث الصحيح حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. طبعا هذه أحاديث مختصة بهم كما ذكرنا على المنهج، ليست حجة علينا وإنما حجة عليهم، وما ذلك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم محل الشاهد. فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين وبرق من ملة المسلمين. فهذا هو حكم الخوارج، مارقين من الدين، كافر. لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإظهار الحق وإضمار الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله في كتابه من ثنائه عليهم. أنا لا أعلم أين أثنى الله سبحانه وتعالى في القرآن على جميع الصحابة. نعم، في القرآن أثنى على المهاجرين والأنصار والتابعين لهما بإحسان، وهذا بحثه سيأتي. وحتى المهاجرين والأنصار أيضا ما من عام إلا وقد خص، وسيأتي بحثه. وما لرسول الله من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم هذا لمن وسلم إلى آخره. ثم يقول: والطعن في الوسائط طعن في الأصل. من طعن في صحابي في خبر، يعني ليس من حقنا أن نقول هذا ليس بثقة، بمجرد أن نقول ليس بثقة ليس بعادل فقد طعننا ماذا؟ في صحابي. يقول: والطعن في الوسائط طعن في الأصل، يعني طعن في رسول الله، والازدراء بالناقل ازدراء ماذا؟ بالمنقول. شوفوا هذا اللي أنا ذكرت مرارا، أن هؤلاء يعطون حكم العصمة لمن؟ عمليا لمن؟ للصحابة. هذا ظاهر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والإلحاد في عقيدته. أما إذا وجدتم أحد ينتقد أو يشوك أو كذا فهو ماذا؟ فهو لا يخلو من النفاق ولا يخلق من الزندقة ولا يخلو من الإلحاد ماذا؟ في عقيدته. هذا أيضا في كتابي الكبائر للذهبي. نعم.